زملائي الأعزاء، صباحكم مصري. أتحدث إليكم من المنيا. اليوم تدشن المنيا مرحلة جديدة من تقنين الأراضي الصحراوية نفاذا لتعليمات السيد الرئيس بيعني تقنين الأراضي أو انتزاعها من المغتصبين. يسعدنا أن يكون معنا للاطلاع على هذا الملف تفصيلا معالي اللواء عصام البديو ومحافظ المنيا، يشرح لنا كيف تمت عملية التقنين، حجم الأراضي المستردة، ما هي ضوابط التقنين، سعر الفدان، كل ما يتعلق بهذه العملية. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يعني سيادتك طبعا اليوم محافظة المنيا بتستبق كل المحافظات ببدء عملية تقنين الأراضي في الظهير الصحراوي. حجم الأفدنة، كل ما يعني لهذه العملية، أنا شايف يعني كان في ترحيب من قبل المستثمرين ومن قبل الجميع بهذه الخطوة التي قمتم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا المشوار بدأ من السنة اللي فاتت بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتعامل مع الأراضي الدولة في الظهير الصحراوي الغربي والظهير الصحراوي الشرقي والأرض ولاية المحافظة داخل الزمام وداخل 2 كيلو، وتم التعامل فعلا وقسمنا الأرض إلى نوعين، في أرض متعدى عليها تم استردادها بالكامل لصالح المحافظة والمحافظة هي اللي بتتحكم فيها وحتبدأ تضع لها خطط استثمارية للاستثمار والاستغلال والتنمية في المرحلة اللي جاية إن شاء الله، وفي أراضي كان عليها مظاهر وضع يد جاد شامل زراعة، مزارع، مصانع مرتبطة بالزراعة، كل أشكال وضع اليد المنضبطة اللي بتؤكد أن وضع اليد رجل مستثمر جاد حقيقي بيعمل لخدمة البلد. قسنا الأرض بتاعته وحددنا مساحتها بالضبط وخدنا كافة بياناته وبدأنا نتعامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة والتعامل مع السيد رئيس مجلس الوزراء وقيادة مجلس الوزراء بالكامل لصياغة الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الأمور لتقنينها، وتم صياغة القانون 144 وأصدره السيد رئيس مجلس الوزراء وصدر القانون وتعاملنا معه، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأنا نطبق اللائحة التنفيذية، وكان فاضل نقطتين رئيسيتين، موافقة القوات المسلحة والعقود الخاصة بالنسبة للقوات المسلحة بالنسبة لاستخدامات الأراضي الدولة والعقود الخاصة بوزارة المالية عشان نوقع على أساسها العقود مع المستثمرين، وبالفعل جات الموافقتين. عدد الحالات اللي تقدمت ودفعت مستحقاتها المالية بالكامل لغاية دلوقتي حوالي 176 حالة، احنا اخترنا منهم 20 حالة عشان ندشن بيهم حملة توقيع العقود لأراضي أكثر من 3000 فدان النهاردة لعشرين حالة، وقعنا العقود معهم بمساحات مختلفة من 10-20 فدان إلى 1000 فدان.